السلام عليكم متابعي قناة التبريد والكنترول الصناعي، تحياتي لكم. إن شاء الله سيكون لي عودة للقناة لأقوم بنشر معكم عديد من المواضيع، وخاصة المواضيع المتعلقة بمنظومات سواء التبريد أو التجميد، والتي تشتغل خاصة بثنائي أكسيد الكربون. مثلا في هذه المنظومة تشتغل بغاز ثنائي أكسيد الكربون CO2. أقوم الآن بعملية شحنها بعدما قمت بتغيير الضغط. ونفس الوقت أقوم بقياس الضغوط. حتى الآن لا زلت أقوم بشحن المنظومة. كما تلاحظون هنا الضغط المنخفض بي 14 بار، والضغط العالي 45، لكن الضغوط حتى الآن منخفضة، سترتفع بعدما أقوم بإنهاء الشحن الغاز ثنائي أكسيد الكربون. إذا أقوم بشحن الفريون من هذا الفليكسيبل الآتي من الأسفل. أقوم بإضافة هنا زجاجة البيان، لاحظوا معي هنا زجاجة البيان، وأقوم بإدخال CO2 ثنائي أكسيد الكربون مباشرة في هذا المكان. هذا المكان هو ضغط المويان بريسيون، ليس الضغط المنخفض، هذا هو الضغط المنخفض والضغط المرتفع، وهذا الضغط المتوسط مويان بريسيون، لأن هذه المنظومة تشتغل بنظام مختلف عن نظام الفريون العادي، سأقوم بشرحه مستقبلا، فقط لأخبركم أننا سنعود إن شاء الله لشرح منظومات التبريد، وخاصة المنظومات التي تشتغل بالفريون الطبيعي CO2 ذو ضغوط مرتفعة، خاصة عندما تكون المنظومة نوع ترانسكريتيك، لأن هناك من نوعين من المنظومة ترانسكريتيك وسيبكريتيك. سأشرح لكم بالتفصيل إن شاء الله ما اختلاف بينهما، ولماذا يتم اختيار واحدة منهما. إذا أتمنى أن تقوموا بمشاهدة قناة وتتبعوها مع المستقبل، لأنني سأفيدكم إن شاء الله ما استطعت في هذا المجال. ننتقل إلى منظومة أخرى تشتغل بالفريون 744، أي ثنائي أكسيد الكربون. لاحظوا معي الضغط المنخفض تقريبا 24 بار، والضغط المتوسط 40 بار، والضغط العالي على اليمين 60 بار. هذه منظومة تشتغل بضاغطين وعندها مغير السرعة، نتحكم في ضاغط واحد يعني في سعاته حسب الحمل الحراري للمنظومة. إذا هذه المنظومة تشتغل بنظام أو كنترول بيراكارير، هو نظام من خلاله نتحكم في قدرة الضاغط أو قدرة التبريد، وكذلك سرعة مروحات الكوندنسور. تحياتي لكم وإلى اللقاء.